أرخص همبرجر بالعراق وبألف دينار بس. شفت هذا أبو الهمبرجر بشارع الإسكان بأربيل، والهمبرجر مات مو عادي يداريك ويحمستك وياها طماطم أو بصل. لحظة، أنا مصطفى صباح أصور أماكن بأربيل، لا تنسى تتابعني حتى تشوف الأماكن اللي بيها. من سألته شلون مستفادة بيع الهمبرجر بألف، فقال لي ربحي قليل بس بيعي هواية. فبعدها قال لي إذا تريد أخليلك جبن على البرجر بربع دينار بس. فقلت له عمي خلي. والغريب إنه طعم الهمبرجر كان طيب، وهنا كنت أنا مصدوم من الطعم.